غرفة كيما هادي اللي تليق بالأميرة تاعك، الله يبارك خوتنا تخليها تعيش في الأحلام الوردية تاعها. كيما نقدر نقول غرفة اللي جات من أفلام ديزني من ناحية تصميم ومام الألوان وتناسق تاعهم، الله يبارك مميزة. ونبداو بشرح تفصيلي تاعها، راح تكون كومبوزي من 5 بياس. عندنا هاد لو بيرو بمقاس 1.40 مام لاكوافوز للأميرة الصغيرة تاعك. خوتنا نزيد لكم هاد لو لي اللي راح يكون مخدوم كليا بالهاي جلوس ولو كابيتون، بلا ما نساو لاطاب دو نيرويال. والحاجة اللي حبيت نبدا لكم بها سي هاد لا غاردروب اللي جات كومبوزي من 3 بياس. خاوتنا كيما رانا نشوفوا يعني دو بورت في الميليو، كي نفتحوهم نلقاو اسباس للتعليق دي زيطاجر من الداخل، والله يبارك نظافه كبيره جدا. هاد لو سيل خاوتنا يعني امبورتي تاع الخارج، ريحه يعني صبيغه تاعو مازالت. من هاد الكوتي راح نلقاو ثانيك هاد لا بورت فرونت اللي يكون فيها دي زيطاجر، ولا خلينا نقولوا اسباس للتعليق سيباري اوريزونطالمون في الوسط خاوتنا. وهكذا يعني تقدر انت تقسم التخزين تاعك بالطريقه اللي راك حابها. نجوزو نشوفو ثانيك السرير تاعنا اللي راح يكون بمقاس 1.90 على 90، وهذا حب يقول بلاصه ونص. خاوتنا راح يكون ثانيك مع لاطاب دو نوي هديه بتصميم تكاملي، معناتها لاطاب دو نوي تجي لاصقه في لا تدولي كيما روبين قدامنا. الله يبارك مميزات جميله جدا والوان متناسقه بهذا لو تيروار بروفون خاوتنا. الله يبارك زيد قرب خويا باش نشوفو لا فينيسيون من الداخل. كيما نشوفو ما تلقاش مام با خاوتنا لي فيس وين راهم دايرين. واش نقول لكم، مرآه لهنايا وتصميم مميز لو كابيتون ولمسات ذهبيه. نزيد نقول لكم هاد لو بيرو راح يكون انكلي في لا شومبر اللي تقدر مام دير فيه واش حبيت. راح يكون بعرض 1.40 متر، وهذا الامر يساعدك باش يعني تحط فيه الحاجه اللي راك حابها، سواء تلفزيون سواء بي سي سواء بو امبورت واش حبيت. يكون انكلي معاه هاد لو بوف اللي جا الله يبارك يعني طري بيان فيني. شباب تاني خاوتنا عندك لي بورت فرونت، وعندك ثاني كان تيروار من هنايا، وهكذا يكون ان بيرو كومبلي متكامل ما خصو والو. نزيد لكم ثاني هاد هاد لاكوافوز اللي راح تكون افيك دي تيروار لارج كبار، الله يبارك لانسيزيون لي روتوش بلا لي كودوري ولمسات جميله جدا اللي راح تفرح الاميره الصغيره تاعك. خاوتنا واش نقول لكم، هذه غرفه مميزه من محلكم مثل الثقه، لمن اراد ان يرى هذا يجي لنا المحل ولا يتواصل معنا بالخاص. ومرحبا بكم، سلام.